عم ابراهيم ولا هيصور فيديوهات تاني ولا هيفتح المحل تاني، سيبوه في حاله بقى ويا ريت نبعد عنه. كفايه اللي حصل له بسببكم. تمام عم الدكتور راشد الفوت ولا بقى سعادته بقى على سكه وحسب الله ونعم الوكيل. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. وحلقة جديدة صغيرة كده عن عم ابراهيم الطوخي اللي خرج من السجن الحمد لله، يعني او اللي خرج من الكام يوم اللي اتقبض عليه فيهم ورجع لمكانه وعدل اوضاعه وطلع شهادة صحية وابتدى ينظف فعلا في الهيئة او في المنظر العام وفي نظافة المحل والحمد لله. بس كان بقى في كام اشاعة طلعوا كده ان هو بيبيع كبدة كلاب زي ما حطيتها لحضراتكم في فيديو، ولكن الكبدة دي مش كبدة كلاب ولا حاجة. ولما اتقبض عليه فحصوا الكبدة، الكبدة اللي عنده دي كبدة او اللحوم اللي عنده اللي بيستخدمها كلها لحوم مستوردة، عشان كان بيقول ان بيبيع كبدة جملي وده مش صحيح، لانه كان بيقول صاحب المقولة المشهورة يعني الجملي هو املي والكلام ده، ولكن هو بيبيع كل انواع اللحوم اللي عنده لحوم مستوردة، يعني عشان بس الناس الكتير اللي فاكرة لا ممكن يكون لحمة بلدي او كبدة بلدي او الحاجات دي، الحاجات دي كلها معدية في 100 جنيه في الكيلو الواحد، فاستحالة انه يبيع السندوتش بخمسة جنيه على الوضع ده. فعشان بس محدش يطلع اشاعة عليه ملهاش اي داعي وملهاش اي لازمة ان الكبدة اللي عنده كبدة كلاب ولحم كلاب والحاجات دي، ويمكن ده اللي كنا سبناه في الفيديو اللي فات وما اتكلمناش عنه قوي لانها كانت اشاعة ومحدش تحقق منها، نفوها لان بعد ما اتقبض عليه فحصوا اللحمة اللي عنده لو كانت فعلا لحمة كلاب او كبدة كلاب او كده ما كانش ده حصل. وفعلا يعني حقه يقول ربنا ينتقم من اللي بيأذوه، لان الشهرة اللي جات له ضرت بيه وعمال يقول انا مش هصور مع حد تاني. عم ابراهيم ولا هيصور فيديوهات تاني ولا هيفتح المحل تاني، سيبوه في حاله بقى ويا ريت نبعد عنه. كفايه اللي حصل له بسببكم. تمام اتفضل عم ابراهيم. عم الدكتور راشد الفوت ولا بقى سعادته ولا بقى على سكه وحسب الله ونعم الوكيل. الموت الاذان يمد لله لا يفيدوني وحسب الله ونعم الوكيل. الخيط في الخواجه مش فيديوهات تانيه. ورب حد الناس كلها وما بكرهش حد. وربنا يا عم ربنا يجيب لك حقك باذن الله وكل الناس. الله ونعم الوكيل. الغريبة يعني ان هو بيقول كده ومش هيصور والكلام ده، وعلى الرغم من كده هو بيصور وصور اكتر من فيديو والناس برضو بتتهافت عليه. ربنا يزيدك يا عم ابراهيم ويفتحها عليك، بس زبط الاوضاع عن كده، ولو تقدر تبدل اللحوم والحاجات دي وتغلي سعر السندوتش عن كده يكون افضل، لان كلنا عارفين ان الحاجات دي ضارة. وصور واعمل اللي انت عايزه طالما اوضاعك سليمة، وربنا يبعد عنك الناس المؤذيين. انا طلعت بس اوضح الكلام ده لحضراتكم في كام دقيقة كده مع بعض، ونستنى مع بعض كده كل الاخبار الجديدة. فادعمونا يا ريت بعد اذنكم عشان القناة ترجع تقوم تقف على رجلها تاني بلايكات، ويعني لو تقدر تشير الحلقة تبقى حاجة كبيرة قوي منك عملتها لي. وكمان لو مش مشترك في القناة نورني بقى بوجودك معانا. كان معاكم اخوكم منعم ومستني رأيكم طبعا في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.